ذكر أهل السير أن حكيم بن حزام بينما كان يمشي في سوق مكة ذات يوم إذ وجد حلة تباع، وكانت حلة نفيسة جميلة، فقال: حلة من هذه؟ قال البائع: هذه حلة ذي يزن ملك اليمن، فاشتراها حكيم بخمسين دينارا من الذهب، ثم ذهب إلى المدينة وأهداها للنبي عليه الصلاة والسلام، فلبسها النبي عليه الصلاة والسلام وصعد بها المنبر، فما رؤيت حلة أجمل منها وهي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل عليه الصلاة والسلام وأعطاها لأسامة بن زيد لأنه كان عازفا عن الدنيا، فلبسها أسامة ونزل بها السوق، فرآه حكيم بن حزام وهو صاحب الهدية ولم يكن قد أسلم بعد، كان كافرا تلك اللحظة، فتعجب وقال له: حلة من هذه؟ قال أسامة: حلة ذي يزن ملك اليمن. أسامة كان فتى دميم الخلقة رضي الله عنه، وأبوه زيد كان مجرد مولى، وأمثال هؤلاء لا وزن لهم في زمن الجاهلية. فقال له حكيم: بخن بخن يا أسامة، أو تلبس أنت حلة ملك اليمن؟ قال أسامة: نعم، أنا خير من ذي يزن، وأمي خير من أمه، وأبي خير من أبيه. فانطلق حكيم إلى مكة وأخذ يحدث قريشا بمقولة أسامة بن زيد معجبا بقوله. هذا التشرف بالإسلام والاعتزاز به يذكرنا بقول عمر الفاروق رضي الله عنه: نحن قوم أذلاء أعزنا الله بالإسلام، فمتى طلبنا العزة بغيره أذلنا الله. يأتيك صوت من بعيد: المسلمون في ضعف والإسلام في تراجع، وخذلنا رجال وشيوخ كنا نظنهم من الأخيار، ضاع الخير وسقط الحق. الحق لا يسقط، لو انتصر الحق دائما لم تلأت صفوف المسلمين بالمنافقين، ولو انتصر الباطل دائما لشك أهل الإسلام في سلامة الطريق، ولكنها ساعة وساعة، فساعة انتصار الباطل يجري فيها غربلة المسلمين، وساعة انتصار الحق يكون فيها إتيان اليقين. معكم حسن الحسيني، وهذا برنامج المختصر المفيد، يأتيكم كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. إذا ما كنت مشترك في القناة يسعدني اشتراكك، وإذا أعجبك المقطع فلا تنسى وضع الإعجاب. نبدأ الآن على بركة الله. ارفع رأسك يا مسلم، ولا تتخاذل عن طريق الحق لقلة السالكين، ولا يغرنك في طريق الباطل كثرة الهالكين، فأنت الجماعة ولو كنت وحدك. أما قال الله: إن إبراهيم كان أمة، كن مع الحق ولو كنت وحدك، كن مع الحق ولو كنت غريبا. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: طوبى للغرباء، فإن خرجت عن قافلة الخير فأنت لا تضر إلا نفسك، لكن وجودك فيها من من الله تعالى وفضل ونعمة ساقها الله إليك. اعلم يا أخي أن شريعة السماء تسير غير آبهة بأسماء المتخاذلين، تسقط أسماء وتعلو أسماء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. خديجة بنت خويلد، وسمية بنت خياط، ومصعب بن عمير، وسعد بن معاذ، وجعفر الطيار، وأنس بن النضر، وعبد الله بن جحش، وحمزة بن عبد المطلب، وعمر بن الجموح، هؤلاء الصحابة وغيرهم من العشرات ماتوا في بداية الإسلام. هؤلاء لم يروا عز الإسلام ولا تمكين الدين ولا انتصار المسلمين. هؤلاء الصحابة لم يشاهدوا محمدا عليه الصلاة والسلام وهو يفتح مكة. هؤلاء لم يشاهدوا الصديق وهو يوجه الجيوش إلى اليرموك. هؤلاء لم يشاهدوا فتوحات عمر. هؤلاء لم يشاهدوا انتصارات خالد
هؤلاء الصحابة ماتوا قبل أن يشاهدوا ربعي بن عامر وهو يستعلي بإسلامه أمام رستم. هؤلاء الصحابة بدأوا الطريق وماتوا في أوله ولم يصلوا إلى آخره. هؤلاء لم يجنوا ثمار جهدهم ومشقتهم، ومع ذلك ما منعهم أن يضحوا من أجل دينهم وإسلامهم. فلا تسأل عن نهاية الطريق، ولا تتحدث عن مشقة الثبات، ولا تتضجر لعقبات المسير. المهم أن تكون سائرا على الطريق، المهم أن تكون متمسكا بالدين، حتى إذا ما مت، سواء كنت في أول الطريق أو في منتصفه، لم يضرك شيء، فتكون ممن قال الله تعالى فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إننا نسير على الطريق ونرجو الله تعالى القبول، وليست الغاية أن نصل لنهاية الطريق، لكن الغاية أن نموت ونحن نسير على الطريق. تخيلوه صلى الله عليه وآله وسلم نازلا من غار حراء، تخيلوه يرتجف من هول الوحي، تخيلوه محاصرا في شعب أبي طالب، تخيلوه مرجوما في الطائف، تخيلوه متآمرا عليه ليقتل ويتفرق دمه بين القبائل، تخيلوه مطاردا يوم الهجرة، تخيلوه ممنوعا من دخول مكة، تخيلوه ماسحا الدم عن وجهه يوم أحد. كم تعب ليكون لنا دين، أفنترك هذا الدين؟ أفتخجل الفتاة من لبس الحجاب؟ أفيخجل الشاب من تطبيق السنة؟ أفتتخاذل أنت عن التمسك بتعاليم الإسلام؟ ارفع رأسك وافتخر بدينك فأنت مسلم. يقول أحد الدعاء: إذا رأيت في زمانك أن للفاسد صوتا قد علا وللصالح صوتا قد خبا فلا تعجب، وتذكر أن أبا جهل كان يصرخ بلسان إبليس وهو بجانب الكعبة، ومحمد عليه الصلاة والسلام كان يهمس بكلام الله متخفيا في دار الأرقم. فماذا كانت النهاية؟ الأول صار جيفة في قليب بدر، والثاني ارتقى واعتلى ليحادث ربه عند سدرة المنتهى. إن تخاذل المسلمون فلا تولول، بل كن أنت المقدام. إن انتكس المسلمون فلا تنكسر، بل كن أنت القدوة. لكن غريب أمرك، ترمي المسلمين بالتخاذل والوهن والهوان، ثم توافقهم وتشابههم في خذلانك ووهنك وهوانك. اخدم دينك، قدم شيئا لنفسك، تقول لا أملك مالا، إذن أبذل من جهدك ووقتك، أصلح نفسك، انفع غيرك، تعلم جزءا من القرآن وعلمه أبناء المسلمين، ادخل مسجدا واكنسه ليكون نظيفا للذاكرين، شكل فريقا تطوعيا واقض حوائج المستضعفين، افعل شيئا فأنت لست صفرا لأنك مسلم. تسير على نهج من كان يدعو إلى الله فيقول: هل من رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام الله، إنه محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنت من أتباعه. جلس رجل إلى عمر الفاروق رضي الله عنه وقد بالغ في الخضوع وإظهار المذلة، فقال له عمر: ألست مسلما؟ قال: بلى. قال: فارفع رأسك، فإن الإسلام عزيز منيع. نعم، إن المسلم عزيز، فليعتز كل منا بإسلامه وليشعر بهذه العزة وهذه الرفعة في قلبه. قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. المسلمون والله هم أحق الناس برفع الرؤوس، لأن دينهم هو الدين الوحيد في العالم الذي لم يحرف كتابه قط، وهو الآن كيوم نزل. فديننا أعظم دين، وكتابنا أعظم كتاب، ونبينا أعظم نبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ارفع رأسك فأنت مسلم، ارفع رأسك مفتخرا بهذا الدين الذي شرفك الله بالانتساب إليه. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعم، أعلم أن الليل قد طال والظلام قد اشتد، لكننا نأمل ونقتدي بكل مصلح غيور
وبكل عالم نصوح وبكل داعية مخلص، يحمل شعلة هداية ينير بها حندس الظلام ليكشف الزيغ ويدل الأمة على الصراط المستقيم. وأمثال هؤلاء لا ينقطعون أبدا بإذن الله، وهذا ليس كلامي بل بشارة النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فليحاول كل منا أن يكون فردا من هذه الطائفة المنصورة. اترك عنك التشاؤم والإحباط وانخرط في سلك المحسنين المصلحين. من يستطيع أن يغير هذا الكتاب؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. من يستطيع أن ينتزع هذا الإرث؟ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. من يستطيع أن يؤخر هذه الكلمة؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. من يستطيع رد هذه الإرادة؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. من يستطيع أن يكذب هذا الوعد؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. من يستطيع إطفاء هذا النور؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فلله الحمد على كتابه وإرثه وكلامه وإرادته ووعده ونوره وتوفيقه وإحسانه. ارفع رأسك فأنت مسلم. أقسم بالله الذي رفع السماء بلا عمد، لو أن أي دين من الأديان تعرض لنصف ما يتعرض له الإسلام كل يوم لانقرض تماما وأصبح ماضيا يكاد يذكر أو لا يذكر. انظروا إلى الإسلام يحارب ليلا نهارا وأتباعه غافلون نائمون منشغلون، فكيف لو كانوا يقظين مجتهدين نشطين؟ اترك من حولك، سؤالي لك أنت، نعم أنت، أنت ماذا فعلت لهذا الدين؟ يا مسلم اعتز بدينك وأنقذ نفسك ولا تلتفت إلى غيرك، فنجاتك يوم القيامة مشروع شخصي. نعم نجاتك يوم القيامة مشروع شخصي وإنجاز فردي. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. لن تعذر بتقصير العلماء، ولن تعذر بانحراف المشاهير، ولن تعذر بانتكاس الدعاة الواعظين، ولن تعذر بخذلان الأقربين. هذه الحياة هي اختبار لك وحدك، فاعمل لنفسك واجتهد لنجاتها، فاعمل لنفسك واجتهد لنجاتها، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أكثر من الدعاء لنفسك: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لا تتحجج بالظروف والأوضاع، فضغط الواقع ليس مبررا لترك الواجبات، وكثرة الفتن ليست مبررا للتهاون في دين الله. فلقد ثبتت امرأة فرعون وهي في بيت أكبر طاغية، وانتكست امرأة نوح وهي في بيت أكبر داعية. الثبات ديانة والتذبذب خيانة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل العزة والكرامة. اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم مسكنا بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وأعذنا من الحور بعد الكور، واحفظ قلوبنا من الفتن، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين يا رب العالمين.